مشاهدي شوف تبي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر. كنت واجد في المنزل ديال الاخت وردة من الجاليه المغربيه المقيمه ببلجيكا اللي تعرضت لواحد اخطر عمليه نصب. واحد العائله معروفه اللي باعوا لها واحد الدار، يعني ما داروش معها اتمام البيع لمده 20 سنه، وللاسف يعني مشات عند الناس على القانون باش انهم ياخذوا لها حقها. يعني ما كانت تعرفوا اي قضيه خصها يعني محامي اللي يدافع عليها، سلطت بواحد المحاميه اللي هي عاوتاني نصبت عليها. يعني السيده مسكينه هذه 20 سنه وهي كتعاني ما يعني معلقه يعني الدار ساكنه فيها، ولكن هذوك الناس ما بغاوش يكملوا معها اتمام البيع. المحاميه دارت لها واحد المكيده، واحد المصيده، واحد المؤامره اللي بيزار، يعني واحد المعطيات اللي خطيره جدا جدا. كنتمنوا انه ان شاء الله تبارطاجيو معنا اللايف باش يوصل للمسؤولين ان شاء الله. الاخت وردة تبارك الله عليك، مرحبا بك معنا على قناه شوف تي في. اختي وردة بغيتك تحكي لي القصه كما كنتي تحكيها لنا قبيله. تفضلي. السلام عليكم. كنشكر شوف تي في وكنشكر المغاربه كاملين. المهم انا مهاجره سميت عباس وردة، نسكن في بلجيكا، وفي 2000 جيت شريت واحد الدار هنا مدينه وجده. وفاش شريت هذاك السيد فاش شريت عليه قال لي عطاني عربون تاع 50 مليون وراحي تبحري حتى تجي وغادي نكمل مع اختي اتمام بالبيع. انت يا نهار وقعي حكي لنا القصه، كي الوالده ديالك وهذيك يعني كيما كنا غادي نعزيو في واحد الدار وشفنا واحد الدار دايرينها للبيع، وانا كنت كنبني في ديك الوقيته في لابلجيك، يعني ما كنتش نقدر نشري في المغرب، كانت عندي سكنه هنايا عاديه، ما كانتش عندي شي سكنه اللي هي زوينه بزاف، والوالده نتاعي هي اللي اسست عليا باش نشري هذيك الدار. وصليت على هذاك السيد كان في الجامع وقال لي 22 دقيقه. المهم فانا في واحد نص ساعه كنت انا شريت على هذاك السيد وقلت له ما عنديش وقت بزاف وانا خايفه من البيرويات والورق وداك الشيء. قال لي كاع ما تخافي، غير روحي تبحري دي وليداتك يتبحروا، كي غادي تجي تلقاي كل شيء. عطيت له عربون تاع 50 مليون. انت يا كيمشي هذيك 50 مليون كي عطيتيها له، عندما عطيتيها له فين؟ عطيتها له في الشارع، عطيت له 50 في الشارع. واش درتو شي ورقه؟ درتو شي؟ داني عند واحد كاتب عمومي في الشارع، وانا كنحسب لي هذاك راه نوطير، يعني انا كنعرف كاتب عمومي غير اللي كاينين في الشوارع، يعني ما عنده هذا عنده بيرو. دخلني لذاك المكتب ديالو وكتبوا لي هذيك الورقه، ومن بعد مشيت قالوا لي الناس هذه الورقه ما صلحلكش، ومشى معايا قال لي زعما معايا الورقه، قال لي زدت الورقه وقال لي غادي نكمل لك. ملي بقيت كنجي كنقلب عليه، جيت انا من السعيديه مور هذاك الاسبوع كنقلب عليه ما كنلقاهش. انا كمل لي الكونجي تاعي وانا خدامه، وكمل لي الكونجي تاعي مشيت لابلجيك، ومن بعد درت المالادي وجيت للمغرب. فين ما كنجي كيتهرب مني، ما كنلقاهش، اما كيقول لي راه مشيت للعمره، اما كيقول لي راه في الجامع. المهم حتى كتكمل لي هذاك الكونجي تاعي وكنمشي نولي عاونولي لابلجيك. في الاخر قررت باش انا ندخل معاه المحكمه، يعني انا ما لقيت حتى شي حل. عندي الدار عطاني سوارف ولكن ما عنديش ورقه تاع الدار. يعني عندك غير ورقه تاع وعد؟ وعد عندي الورقه، وعد بالبيع وصافي. عندي هذه الورقه ولكن باش يكمل لي، انا السيد راه معايا غير سيمانه وغادي يكمل لي، فهمت؟ من بعد فاش انا كنمشي لابلجيك كنولي نرجع، كان عندي دي نفس المشكل، قالوا لي الناس خصك تدخلي للمحكمه. مشيت كنقلب على واحد المحامي، تلاقيت مع محاميه جراتني داتني عندها عطاتني هذيك الورقه نتاعها. مشيت عندها قالت لي غادي ندير لك هذا، يعني شد عليك هذه القضيه بمليون، 10000 درهم. 10000 درهم قلت لها انا متفقه ب 10000 درهم ولكن ما غادي نعطيك تضرب حتى تجيبي لي حقي. فتحت الملف ب 20 200000 باش فتحت الملف 2000 درهم. وقالت لي قلت لها درت معاها باش حتى تكمل لي الاجراءات كل شيء وتجيب لي الدار تاعي نعطيها المليون، هكا اللي اتفقنا عليه. مشيت انا لبلجيك مور 15 يوم ولا 20 يوم صونات عليا قالت لي خصك تصيفط لي المليون، راه المليون خصني نحطو في الصندوق. انا ما كانش عندي الوقت باش نصيفط، يعني كنخدم بحالي بحال الاداره، يعني كنخدم بحالي بحال الاداره في الوقت ما عنديش. كان خويا هنا فاكونس في المغرب، مشى خويا دا لهذاك المليون وما بغاش يعطيه الروسي، قال اعطيني الروسي، قالت له حتى تجي هي نعطيها الروسي. كي جيت انا مشيت طلبت عليها الروسي ما بغاش يعطيهني، ما بغاش يعطيني الروسي، قالت لي انا حطيته في المحكمه وما نقدرش نعطيك عليه الروسي. انا شفتها بحالي بحالي ما عطاتنيش الروسي، ما يعني ما بغيتش، قلت لها راكي خونتيني بالقانون وخصك تعطيني الروسي. ملي ما عطاتونيش مشيت انا لابلجيك وكتبت لها ريباري ريكوموندا، هي عندي الورق نتاعها، عندي الحجه نتاعها باش تريد لي باش ما تكملليش. هي ما ريضاتش مور هذيك الورقه نتاع ريكوموندا اللي صيفطت لها، بقات عاد كتابع شنو دارت لي. دابا ما كنت انا فاهمه حتى شي حاجه. انا في شهر تاع مارس الجيران صوروا عليا قالوا لي صوت لك عون قضائي، جيت كنجري في شهر تاع مارس لو 10 مارس كنت هنا في المغرب، وباش نرجع لو 16 تبلعت عليا الحدود وبقيت هنا 5 شهور.
ما خلي حتى شي بلاصه اللي كان شنا مع كورونا، يعني ما قدرت ندخل حتى شي بلاص. من بعد واحد المحامي اللي قرا لي الورق نتاعي قال لي هي راه دايره لك، ما داركش اتمام بالبيع، راه دارك باش ترد لك الفلوس نتاعك، وحسبت لك في ديك الفلوس نتاعي 10% باش تدي واحد 5 مليون. فهمت. وانا عمره ما بغيت باش انا ما كتاش فلوس، يعني هي ما دارتلكش اتمام بيع. لا ما دارتليش اتمام بيع، يعني حيت ما غاديش تدي الفلوس خاصها. حيت انا ريت، حيت انا ريتها ردات 1,200,000، وملي ريتها انايا هي دارت لي بترجع لي الفلوس، فهمت؟ وحكمت المحكمة باش ترجع لي الفلوس. انا ما كنطلبش فلوسي، وانا كنطلب السلطة تعاونني، وراني مهاجرة وكنخدم 4 نتاع الصباح باش كنجيب دوك الفلوس لبلادي هنا باش ندير انا شي حاجة. وسيدنا راه موصي على الجارية المغربية، وكنطلب انا من الحموشي، وكنطلب من السلطة ماني عارف ما عرفتش نقولهم جميع السلطات في المغرب باش يساعدوني، باش يشوفوا انت يشوفوا لي هذا الشيء اللي راه عندي انايا. فهمتوا. 20 سنة ما عنديش ورقة تاع الدار، عندي سوارت نتاع الدار وما عنديش ورقها. كنطلب من الحموشي، وكنطلب من وزارة العدل، وكنطلب من سيدنا اللي المهم كاملين هاد الناس اللي راهم يشوفوا هذا. فهمتوا. غير بالنسبه لواحد القضيه اختي ورده، كنتي قلتي لي بلي انه هذيك الجهه عندهم شي مشكل، يمكن وعندهم مشكل تاع الساقيه، كيقولوا فيها ساقيه تاع الدوله، يعني بنين في واحد الاخرين. هما كيقولوا الدار فيلا، راه ماشي سكنه، راه فيلا قداش ومبنيه يعني فيها ما وفيها الضو، هما كيقولوا الساقيه تاع الدوله فايته فيها، يعني ما مانيش عارفه والله ما راني عارفه خويا. يعني تا هما ما يعني ما يعني انا مول الدار كيقول لي انا حنا في الرباط، راه حنا كنشكيو، راه حنا واحد كيقول لي ماشي صح، غير طرا بوبليك تمشي تخلصوا شي حاجه ويعدوا لك ورقها. كل واحد شنو كيقول. وانا ملي كنجي هنا كنجي ديك 3 سيمانات كنبغي حتى انا نشوف العائله، كنبغي حتى انا نحوس في البلاد. ملي نشير وانا في المحاكم كرهت راسي مع المحاكم. سميت على تيسمو اللي فيها انت هي ولاد الدوحي. ولاد الدوحي. دوحي. فهمتوها. يعني هذه 20 سنه وانت مبلوكيه. هذه 20 سنه الدار عندي والسوارت عندي، ولكن ما عنديش ورقها، ما عندي حتى شي. المحاميه فوقاش بديتي تتعاملي معها؟ شحال سنه؟ هذه واحد 5 سنين. 5 سنين. فهمت. يعني قبل كنتي قبل ما كنتي دايره شي محامي اخر ولا شي حاجه؟ لا انا كنت ما دايره لا محامي لا والو. انا فاش كنجيش كنجي عند مول الدار، وهذا مول الدار جا عندي هو والمراه ديالو، جاو عندي وقالوا لنا غادي يردوا لك الفلوس نتاعك وتقلعي واحد 5 مليون. وانا ما بغيتش الفلوس، انا الدار كون بغيت فلوسها هاكا رديت فلوسها هادي شحال، وحط لي الفلوس عند المحامي نتاعو، والغالي المحامي نتاعو قال لي جدي الفلوس. انا ما باغياش الفلوس، انا باغيه اتمام بالبيع، انا باغي يتموا معايا بالبيع. انا 20 سنه و50 مليون تاع العربون تاعي عندهم كيخدموا بها، يعني 20 سنه راه ماشي هي تاع درك. وانا عمر ما بغيت باش يرجعوا لي فلوسي، انا شريت انا ما شريتش باش يردوا لي الفلوس، انا عطيتهم فلوسي باش يكملوا لي اتمام بالبيع، وكنطلب السلطات تعاونني ان شاء الله. انت بالنسبه لها دابا راني جيت، راني رجعت، راني جيت يعني راني جيت لدوز، راني جيت لهنا على هذا الشيء باش جيت لعندك. فهمتوها. دابا انت هذه المحاميه ما باقيه معها على تواصل ولا شنو كتقول هي؟ شنو المحاميه؟ انا جيت في الحجر يعني في مارس، ودخلت عند وكيل الملك، ما عرفتش نقول السميه ديالو، دخلت عند وكيل الملك ولغالها، ولغاو لي هذاك نتاع المحاميين، النقيب تاع المحاميين، ولغاو لي ليها. هي كتقول بلي راه كتسالي 5 مليون، وانا كنت موافقه، انا ما كنتش عارفه، يعني انا ما كنتش عارفه بلي راه غير ترد لي الفلوس باش تدي ديك 10% على 50 مليون، فهمت؟ ما كنتش انا عارفه. من بعد ملي قريت ورقي عند المحامي حكى لي، قلت له لا انا ما باغيش هذا الشيء، فاهم؟ فهمت. ومن بعد صيفطوا لي شي واحد، المهم ما عرفتش غنحكي كاع التفاصيل. زيدي لا خصنا ناس توا زيدي. انا فاش خرجت من المحكمه تبعني واحد قال لي اختي بغيت نعاونك، قلت له قال لي شنو هو المشكل اللي عندك؟ حكيت له المشكل اللي عندي، وداني القهوه وتقويت انا وداك السيد، وحكى لي قال لي انا غادي نديك عند واحد المحامي، وهذا المحامي بلا ما ديري المشاكل، وهذا المحامي هو اللي غادي يعاونك، وحنا غادي نوقفوا معاك، وهذه المحاميه غادي تكمل لك الاجراءات نتاعك. داني عند واحد المحامي، والمهم فاش داني عندك محامي كتب لي هذيك الورقه وقال لي غادي ديري التنازل، حيت انا كنت كتبت لهم لا بلجيك باش تريد لي تنازل لي على الدوسي ديالي. قال لي غادي تمشي كتب لي هذاك المحامي في تبريه، كتب لي واحد الورقه قال لي تمشي تقاليزيها. فاش مشيت نقاليزيها خفت، وليت هضرت مع داك اللي كيقاليزي الورق، قال لي علاش انت ديري لها التنازل، حتى ديري لك هي التنازل اللي غادي تكمل لك. قال لي ما تقاليزي حتى ورقه، قال لي روحي عندها هي دير لك التنازل وانت ديري لها التنازل. فهمت. كي مشيت عندهم قلت لها باش دير لي التنازل ما بغاوش. هذاك المحامي بقى كيغوت، ملي خرجت من بعد وعرفت بلي هذاك المحامي كان راجلها. فهمتي؟ يعني راجلها كانوا دايرين لك مكيده. كانوا دايرين مكيده، عرفت بلي المحامي راجلها، وعرفت حتى هذاك السيد اللي جا عندي عرفتو بلي هما اللي مسيفطينه.
يعني تعمدوا انهم يصيفطوه. واه كانوا غادي يلعبوا معايا يعني، كون مسيني الورقه وانا كنت داير لها التنازل في 2005، داير لها التنازل هي الورقه عندي ريكوموندي كتبتها بريا باش ما تكمليش، انها ما بغاش يعطيني الريسي، هذا هو السبب. كي ما بغاش يعطيني الريسي خفتها لا تكون، راك عارف حنا نسمعوا بزاف هنايا يعني المشاكل. عطاني الريسي، عطات لك مليون عطاني الريسي عليه، مي ما بغاش يعطيني الريسي ريتها. فهمت. وهذيك البريا ريكوموندي هي رجعت لك لاكوزي بلي سنياتها بلي توصلت بها. هي عندي، هي عندي الورقه، هي هنايا الورقه. فهمت يعني مور هذيك لاكيزي ما منحقاش انها ما تحقاش تكملي. فهمت يعني هاد الدعوه كامله نورمالمون هاد الحكم هذا خصو يكون ساقط. واه. يعني ماشي يعني انا راه عندي ريكوموندي صيفطها في 2005 جوج مانيش عاقله على التاريخ، هي عندي الورقه هنا وراني كتبت لوزاره العدل وكتبت وزاره الوزاره نتاع العدل وزاره وكتبت المهم راني كاتبه شي 5 ولا 6 نتاع البروات الوزاره في الرباط وراني صيفطهم على القنصليه نتاع اونفيرس في بلجيكا، يعني مشاو لي على القنصليه وكنتمنى باش يجاوبوني وكنتمنى باش يعاونوني. هادشي اللي نقول. فهمت. شكرا. اذا الرساله ديالك وصلت. اذا مشاهدي شفتوا فيه كما كتشوفوا هاد السيده تعيط، تعرضت لجوج تاع العمليات ديال النصب. العمليه الاولى مصحاب الدار لواحد العائله معروفه باش ما نجيو نطيحوا الشبهه نتاع تشويه السمعه ولا يعني معروفه، هنا ذكرت السميه تاع لوتيسمو يعني الناس راه غادي تعرف شكون. كذلك يعني عاوتاني طاحت مؤامره ديال المحاميه اللي الكرش ديالها كبيره وبغات انها عوض ما دير لها عقد اتمام بالبيع، مشات دارت لها انه خاصهم يرجعوا لها الفلوس باش هي تاخذ 10% من هذيك الفلوس. والسيده كذلك يعني قبل صيفطت لها مراسله باش انه صافي ما تنوبش عليها وما هذه، ورغم ذلك وصلتها السيده لي ريكوموندي ودارت الشغل ديالها. اذا كنتمناو انه من النقابه ديال المحامين والنقيب تاع المحامين مدينه وجده الهيئه تاع وجده يدخل في اقرب وقت. كذلك نتمناو انه وكيل جلاله الملك او الوكيل العام مدينه وجده هو يدخل، وزير العدل كذلك يعني حتى هو يدخل، ونتمنى انه توقفوا مع هاد السيده هذه لانها من الناس ديال الجاليه المغربيه مقيمه بالخارج. هاد الناس هادو اللي كيمشيو كيضحيو تما وكيخدموا باش انهم يديروا مشاريع ويديروا استثمارات هنايا، يعني بحال هاد الممارسات غادي تخلي الجاليه ديالنا غادي يكرهوا انهم كاع يجيو للمغرب. والسيده فريمون راها كرهوها في المغرب هاد المعنى. تفضلي. دابا انت هي كيوقع لك هاد الشيء هذا شنو الاحساس ديالك بصراحه؟ دابا اي حاجه كنبغيها نديرها انا في المغرب كنخاف. أنا يعني شريت دار في السعيدية بقيت خايفة، كنمشي عند نوطر وكنحقق واش هو نوطر ولا ماشي نوطر، فهمت؟ باش كندرك نعطي فلوسي ولا ورقة ما بقيت كنسني حتى شي ورقة، يعني واخا ما كنعرفش العربية مزيان، أنا دخلت صغيرة لبلجيك وعندي ثلاثة تاع اللغات، يعني كنهضر الفرنساوية وكنهضر الألمانية ونهضر الهولندية، ولكن العربية ما عنديش مزيانة، ما كنعرفش نقرا مزيان العربية، واخا هكاك كندي دابا أوراقية كاملين لواحد اللي قرا لي عاد كنسني، يعني داروا فيا خوف يعني رهب. اي حاجه كنبغي نقول نديرها في المغرب كنخاف والله الا، ونبغي المغرب بزاف، نحب المغرب بزاف، نجي كلنا كنجي مرات في العام كنجي للمغرب وكنجيب فلوسي كاملين للمغرب. فهمت يعني كاع فلوسك محطوطين هنا في المغرب. واه كنحطهم هنا في المغرب وكنتمنى باش يساعدوني باش يصاوب. هذه 20 سنه دابا ما عندي حتى شي ورقه، انا دوك انا غادي نموت ولادي كاع كثر، ولادي ما عرفوش حتى العربيه مزيان، ما غادي يعرفوا في لايفين يدخلوا فين يخرجوا. فهمت. وكنتمنى السلطات باش تعاوني ان شاء الله. شكرا اختي، الله يحفظك. الله يحفظكم. شكرا.